إليكم أبرز العناوين التي تناقلتها وسائل الإعلام في برنامج الأسبوع في دقيقة. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة مع استمرار القصف واستهداف المدنيين، فيما يواصل آلاف الفلسطينيين النزوح من مناطق شرقي خان يونس إلى منطقة المواصي بعد تلقيهم أوامر من قوات الاحتلال بضرورة إخلائها. تحريض وتبادل للاتهامات وضجة واسعة في إسرائيل بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية بعد احتجازه لأكثر من 7 أشهر. الأمم المتحدة تكشف أن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة منذ بداية العدوان، مقدر عددهم بنحو 1.9 مليون شخص. الاحتلال يدرس رد حماس على صفقة التبادل، وحماس تصرح أنها تعاملت بإيجابية مع المحادثات، ومصادر عبرية تؤكد أن بايدن سيضغط على نتنياهو للقبول بالصفقة. الاحتلال يصادق على أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ اتفاقية أوسلو، والأمم المتحدة تصرح أن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية يهدد بالقضاء على احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. حزب الله اللبناني يعلن قصفه بأكثر من 100 صاروخ عدة مواقع لجيش الاحتلال رداً على اغتيال إسرائيل قائد وحدة عزيز في الحزب. الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض الانسحاب من السباق الرئاسي ويعترف بأنه ارتكب خطأً خلال المظاهرات الرئاسية والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما صرح الحكام الديمقراطيون بمواصلة دعمه.